تجد برنامجكم الأسبوعي قضايا وحوارات أحداث وفعاليات. قضايا وحوارات. يسعد بالتواصل معكم في هذه الحلقة من استديو الهواء زميل أحمد الروضان، وينفذ البرنامج على الهواء زميل محمد الحدث. قضايا وحوارات. مرحبا بكم أعزائنا، ونحن نتواصل معكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، ونسعد بالتواصل دائما في كل أسبوع في طرح القضايا المختلفة، سواء كانت منها الاجتماعية والثقافية أو التعليمية أو الاقتصادية، أن يكون هناك تغطية لبعض الفعاليات التي تقوم من بين وقت وآخر في العاصمة الرياض أو في إحدى المناطق في المملكة المختلفة. أعزائنا، في هذه الحلقة والحدث الأبرز هو ما أعلن عنه سمو وزير التربية والتعليم قبل يومين تقريبا، من الدعم السخير لحكومة خادم الحرمين الشريفين ومن خادم الحرمين الشريفين الفضيلين للتعليم في المملكة بنحو 80 مليار ريال. هذا يأتي بالتأكيد في سياق اهتمام الدولة رعاها الله بالتعليم وكل الطالبات و